مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية ملخص الأحوال الجوية التي ستتأثر بها المملكة. أول شيء، هناك رياح نشطة على المنطقة الغربية، أيضا ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة، أيضا هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة ليلة الثلاثاء خاصة في المناطق الشمالية من المملكة. أما خرائط التي تمثل درجات الحرارة، فنلاحظ أن المناطق الشمالية والمناطق الوسطى ستتأثر بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تقريبا هناك كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا تؤثر على المناطق الغربية والجنوبية من المملكة، تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى وبعض الشمالية الغربية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، الصغرى المتوقعة 15. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء مشمسة في الرياض أثناء النهار وأيضا معتدلة من حيث درجات الحرارة العظمى 25، لكن أثناء الليل تميل إلى البرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر والصغرى 14 درجة مئوي. أيضا يوم الاثنين أجواء مشمسة ومعتدلة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا خاصة في ساعات الصباح الباكر العظمى يوم الاثنين 26 والصغرى 14 درجة. أيضا ارتفاع آخر قليل يوم الثلاثاء، أجواء معتدلة بالنهار ومشمسة العظمى 27 لكنها لطيفة بالليل وتميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر الصغرى 14 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، أجواء مشمسة العظمى في سكاكا 21 لكنها باردة ليلا الصغرى 7، عرعر لطيفة بالنهار ومشمسة العظمى 20 والصغرى 7، أجواء باردة ليلا. كذلك تبوك أجواء لطيفة نهارا ومشمسة لكنها باردة ليلا العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة، مكة والمدينة وجدة أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا، المدينة 32 العظمى والصغرى 20، جدة العظمى 33 والصغرى 21، مكة المكرمة أجواء حارة نسبيا العظمى 36 لكنها معتدلة ليلا الصغرى 20 درجة مئوي، الطائف 29 العظمى والصغرى 16 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، الباحة 23-14، أبها 25-12، جازان 30-25 درجة مئوي. المناطق الشرقية أجواء معتدلة نهارا ومشمسة ولكنها لطيفة ليلا تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، الدمام 24-16، حفر الباطن 22-12، والإحساء أجواء مغبرة والعظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوي. منطقة الرياض والمناطق الوسطى أيضا أجواء لطيفة نهارا ومشمسة لكنها تميل إلى البرودة ليلا، حائل 21-7، بريدة 22-12، والرياض 25-14 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلام، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب.